خير وبركات. وأمل يعني من هالشيء هذا أن صوتكم يوصل كبار وما تنتبه حق الإعراض اللي شوي ما بيكون مخضوب حقها. في ناس ما تعرف، في ناس ما تدري إن في شباب عندهم إجازات كبيرة في إعراض خاصة مثل هذه. فإن شاء الله بإذن الله خطوة خطوة راح نوصل اللي احنا نبيه، وإن شاء الله اسمكم راح يوصل وسمنا احنا هم راح يوصل ونرفع اسم الكويت ان شاء الله في كل بطوله. عسى الله يسهل ان شاء الله.